هنعمل مع بعض المكرونة بدون سلق ولا تحمير وبالجبنة بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أسهل مكرونة بدون سلق ولا تحمير. المقادير اللي معايا نص كيلو مكرونة بينا، عصير طماطم، طماطم ضربها في الخلاط، بصلاية وسط متخرطة، التوابل ملح وفلفل اسود وشطة وتوم باودر، الاضافة اللي هضيفها ميكس جبنيه. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. حطيت حلة على النار وحطيت فيها معلقتين كبار زيت. الزيت يسخن هنزل على طول بالبصلة. الزيت سخن هنزل ببصلة وسط متخرطة، هحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي. خلاص البصلة احمرت معايا، هنزل عليها بالطماطم، عصير طماطم ضربها في الخلاط، وهبهرها ملح وفلفل اسود وشطه وتوم باودر. تاخد غلوه وهنزل على طول بالمكرونه. خلاص الطماطم غلت، هنزل بالمكرونه، نص كيلو مكرونه بينا، وهزودها ميه بحيث ان الميه تبقى مغطيه المكرونه. خلاص زودت المكرونه بالميه، الصلصه بقت مغطيه المكرونه زي ما انتم شايفين. هغطيها واسيبها تتشرب، وبعد ما تتشرب بوطي عليها النار زي الشمع. المكرونه خلاص اتشربت اهو زي ما انتم شايفين، هوطي عليها النار زي الشمع واسيبها لحد ما تنشف خالص، ما يبقاش فيها صلصة خالص. خلاص المكرونة نشفت ما بقاش فيها صلصة اهو زي ما انتم شايفين. هضيف لها الاضافة اللي قلت لكم عليها، ميكس جبنات او جبنة موتزاريلا، وهقلبها واسيبها 5 دقايق، مش كل شوية بقلب فيها عشان ما تتكسرش. هقلبها بس عشان الجبنة تسيح. خلاص قلبتها، هغطيها واسيبها عشان الجبنه تسيح. خلاص الجبنه ساحت والمكرونه استوت، هطفي عليها واغرفها وهوريها لكم. شايفين يا حبايب قلبي المكرونه بعد ما غرفتها؟ بصوا شكل الجبنه عليها يفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل المكرونة بدون سلق ولا تحمير ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.